دلوقتي الباقة لي مشكلة شلالية، مشكلة بقى مدة كبيرة جدا بنعاني منها حي المحلات، وخاصة نتفاقم يوم الخميس جميع الأحياء اللي حوالينا من المحلات اللي بتروح للبلاد بتيجي تعتمد على سوق المطرية. كان الدكتور جاي سعيد كان لوحده تيمور كان في اتجاه ان احنا ننقل ان شاء الله السوق ده الى سوق مسله، بس السوق لسه قدامه السيد رئيس الوزراء كان وعد من الاوقاف ان خلال 6 شهور هيخلصوا السوق اللي هناك وهننقل جميع الباعه الموجودين هنا دول بيبقى فيه السوق القديم ده الى السوق اللي هناك عشان نخف الضغط عن هنا ويبقى هناك منظر حضاري كويس وفي نفس الوقت نحافظ على الميزان وما وصل اليه. مع الاسف الباعة اللي هنا غير متعاونين. ليه؟ هو عايز مصلحته الشخصيه لا يعني مصلحه الحي ولا المحافظه ولا المواطن، هو يهمه المكسب السريع اللي بياخده. تخيل ان لو ساب الإدارة المطرية الرزق مش هيجيله، علما بان الرزق هيجيله في اي مكان، ونحاول نقنعهم ينتشروا في الاماكن الاخرى بعيد عن الإدارة المطرية لان عقدة اقتناق المواصلات نجد صعوبة بالغة جدا. النهارده تم الاتفاق مع السيد مدير شرطة الترافيك والسيد جمهور القسم وانا كرئيس حي، وهتطلع دورية انضباطية يومية متواجدة اعتبارا من بكرة ان شاء الله في الميدان، تشمل الثلاث عناصر الاسم وشرطة المرافق واشغالات الحي. ده هتبقى موجودة باستمرار؟ هتبقى موجودة ان شاء الله بصفة مستمرة في الميدان للسيطرة على البعض.